أهلا بكم متابعينا الكرام، ننتقل إلى فاصل ومن بعدها نستقبل آراءكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم من خلال فضاء وطني حر، برنامج أغلبية ناطقة. ابقوا معنا. عبد القهار، الحرية الحرية الحرية، عبد القهار الحرية الحرية الحرية، عبد القهار الحرية الحرية الحرية، عبد القهار. إذا متابعينا الكرام، بداية نعرض أمامكم وثيقة الناصرية ومحافظة ذي قار واللي أمهلت الأحزاب والحكومة العراقية 7 أيام للاستجابة إلى مطالب المحتجين بعد مرور 3 أو أكثر من 3 أشهر على استمرار الاحتجاجات الشعبية في العراق بمطالب وأيضا بمهلة ومطالب وعدد من الفقرات لا تختلف عما عرضه المحتجون في وقت سابق في ساحات الاعتصام. أيضا متابعينا الكرام، مثل ما نتابع أمامنا الوثيقة التي أيضا يعني تم أو البيان بما يخص مهلة محافظة ذي قار، واليوم ترند عبر تويتر وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن مهلة الناصرية مهلة وطن، وبأن أبناء الناصرية ومحافظة ذي قار شايلة العراق على اشتافها. مثل ما نتابع أمامنا المتابعين الكرام إكمال قانون الانتخابات من حيث الجدول المرفق الخاص بالدوائر المتعددة وحجم الدائرة ومن ثم المصادقة عليه. أيضا متابعين الكرام، أنه بإمكانكم المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. متابعين الكرام، ننتقل إلى الناصرية ونتابع هذا المقطع الفيديو من محافظة محافظة ذي قار من الناصرية. خلونا ناصرية 7 أيام وبعد نهاية، هاي آخر كلمة عند الناصرية 7 أيام وبعد نهاية، هذه الحكمة المحاكم ما ضيعون الجرائم، هذه الحكمة المحاكم ما ضيعون الجرائم، عندنا ما تساوم على القضية، عندنا ما تساوم على القضية، رشح الردنا مو منكم يجينا، هذا بس اسبوع ويخلص حكينا، رشح الردنا مو منكم يجينا، رايدينا يصير واضح مو من احزاب المصالح، رايدينا يصير واضح مو من احزاب المصالح، كل شروط الانتخاب الرايدينا، كل شروط الانتخاب. اهلا بكم متابعينا الكرام من جديد. عندنا اتصال، فارس من الانبار. مساء الخير فارس. فارس مساء الخير، تعال الهواء مباشره. السلام عليكم، تحياتنا لك ولكم تحياتي. اولا الله يرحم الشهداء والشفاء العاجل ان شاء الله للجرحى المتظاهرين الاعزاء. نعم. وطبعا حال هاي التظاهر اللي صارت حالها حال اللي صار بالمحافظات السنية، يعني نفس الطريقة نفس التسويف نفس البرنامج. زين. وأنا أدعو من الله، من الله بس يلتفت لهذا الشعب، ولا ماكو بعد الحكومة هسه تحكي على حكومة مستقيلة وهي جاية تمارس دور مالها، دور المسؤولية، صح؟ زين؟ يعني بدون ما صادين على الشعب أو ملتكين على الشعب أو يعرفون هذا الشعب شنو اللي يريده. نعم. زين، هاي صار 3 أشهر الشعب طالع يقول لهم ما أريدكم. نعم. زين؟ أي رجل أو أي شخصية هسه بالشارع مرتين ثلاثة تحكي عليه ترزله، بعد هذا الشارع ما يفوت به. زين، هذا عنده كرامه، بس اللي ما عنده كرامه
نعم. ما يلتفت ولا يصد ولا كأن لا حياة لمن تنادي. احنا ما ان هذا الشعب العراقي المظلوم زين. اليوم اليوم اذا تسمح لي يعني اليوم يعني بدءا من الناصريه انطت مهله 7 ايام يعني الاسبوع القادم راح تنتهي المهله. ايضا يعني على خطى الناصريه وعلى غرار الناصريه محافظه البصره هم يعني انطت مهله 5 ايام. كذلك السماوه الديوانيه ومحافظات عراقيه انضمت ل يعني اليوم اكو مهله يعني بعد 3 اشهر شافوا بانه ماكو شيء. اعداد الشهداء قاعد تزداد، التضحيات مستمره، في نفس الوقت بأن الأحزاب والحكومة في عالم آخر. يعني أنت شو تشوف أخي الكريم؟ 3 أشهر دولة ما سوى شيء، سوى 7 أيام. هاي من سبع المستحيلات. نعم. يعني أي دولة 22,000 جريح وإلى 600-700 شهيد استشهدوا ما داروا له بال. زين. هسه ينتبهون ال5 أيام أو 7 أيام هاي من سابع المستحيلات. زين، برأيك في حال لم تستجيب يعني اليوم واحد. اليوم تعتقد بأنه راح تستمر الأحزاب برسالة اليوم يعني رسالة المتظاهرين رسالة المنتفضين إلى الأحزاب إلى الحكومة، برأيك راح تستمر بالالتفاف والتسويف أم ستستجيب بعد ما حدد الشارع مهلة؟ والله أعلم شنو ما بعد هذه المهلة، شنو القرارات اللي راح يتخذها أو تتخذها ساحة الاعتصام؟ هاي الأحزاب اللي عايش على دماء المتظاهرين نعم. وعايش على دماء أهل العراق من سابع المستحيلات يمطون الحكم نعم. أو يمطون هاي المناصب من سابع المستحيلات. يعني خلينا نكون واقع وياك وصريح، أنا من محافظة الأنبار نعم. 4 سنوات داعش ما قتل 600 وجرح 22,000 نعم. زين بهاي الفترة نعم. هاي صار وضحت الشهر نعم وضحت الصوره يعني مقارنه بالعمليات الارهابيه لتنظيم داعش يعني في محافظه الانبار واعداد الضحايا من والشهداء في ثوره تشرين واللي تقدر باضعاف ما ارتكبه تنظيم داعش. عندنا اتصال اخر، فهد من واسط، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام فهد، احييك استاذ عمر وبرنامجك الرائع قناه الشرقيه. نعم استاذ نور. استاذ عمر اسمعك انت على الهواء مباشره، اذا قريب من التلفزيون نصير لي صوت التلفزيون واسمعني عن طريق الهاتف. نعم استاذ عمر اسمعك واضح. نعم الهواء لك. هذا احنا من المؤيدين للمظاهرات، مظاهراتنا سلميه نعم مستقله غير منتميه لاي جهه سياسيه حزبيه. وشوف اليوم احنا صار لنا 3 أشهر او اكثر والحال على ما هو، وللعلم انه يعني تجاهل الحكومة الصراحة المقاليد نعم. الشعبية. وأنا يعني نظرتي رؤيتي أنه الحال يبقى كما هو، ولذلك يعني أنا أطالب يعني عشائرنا شخصياتنا أنه أن تقف صف واحد مع المتظاهرين. نعم. تعتقد بأنه بعد هاي المهلة بأنه صبر الشعب خلاص بعد 3 أشهر؟ والله أستاذ عمر يعني بصراحة يعني واضحة للعيان يعني نعم. ما أعتقد يعني هذه المدة اللي قضتها وهذه الشهداء اللي راحت وهذه الدماء اللي سالت، ما أعتقد أنه في 5 أيام أو بأسبوع تقدر الحكومة أن تقدم شيء. نعم. فإحنا نطالب بأنه تتبدل المنظومة السياسية برمتها، وإحنا عتبنا على شيوخنا وعلى شخصياتنا أنه يكون يعني لهم دور بارز بهذا الموضوع، أنه تبديل المنظومة السياسية واستقصاء الأحزاب السياسية والدينية. نعم. وهو هذا هو الحل الأمثل أنا اللي أشوفه بصراحة، وأشوف إنه يوم يعني يوميا طالعين فد بروتين ساعة يعني هذه المناورات اللي جاي تصير بين إيران وبين أمريكا، أنا ما جاي أشوفها إلا إنه تحاول أن تبتعد الرؤى عن اللي المطلب اللي طالعين إحنا من أجله. ولذلك علينا أن نقف صف واحد ونبقى انه نطالب بحقوقنا المسلوبه نعم. واهم شيء انه هذه المنظومه السياسيه استاذ عمر تتبدل نعم. اللي نهب ثروات الشعب نعم. وضحت الصوره، تحياتنا لك انه مطالب اتصالك ونعتذر منك لضيق الوقت. عندنا اتصال اخر، ام محمد بن دياله. مساء الخير ام محمد. مساء النور. اهلا ابو محمد، تحياتنا لك استاذ عمر الله يخليك.
اخي العزيز استاذ عمر، بالنسبه للمتظاهرين والله خفيف هم نعم. اول شيء مظاهرة استقلاليه ما يطالبون الا بحقوقهم المشروعه. اثنين نعم. عندهم شرائح كثيره من المجتمع، كبار السن، متوسطين، شباب، موظفين، دكاتره، مهندسين، يعني كل الشعب العراقي انت اعتبره طالع. نعم. لكن هسه من يردون يطلعون على اساس يوم الجمعه تظاهرات مؤيده للاحزاب. طيب شنو يسوون فتنه؟ اكو متظاهرين يطلبون بحقوقهم المشروعه. زين الاحزاب اللي جابتها هي امريكا، امريكا هسه اللي يدعون باخراجها، هو منو جاب ذولا؟ اهل الجناس الاجنبيه. نعم. منو جابهم يحكمون البلد وهالمليارات بديهم وهالنفوذ والسلطه والجاه؟ مستحيل يا اخي العزيز، شبابنا دا يتعب لانه مال الوجوه هذه اللي موجوده الكالحه اللي تتحكم، راح يعطوهم شيء للمتظاهرين او للشعب العراقي؟ لا والله ما يسووها. لو يريدون نص الشعب العراقي مستحيل ينطون شيء للمتظاهرين. محمد يعني احد المواطنين من الانبار قال بان نعم. تنظيم داعش سيطر على محافظه الانبار، ما نعم. وصل اعداد الضحايا مثل اللي نشوفها اليوم ب 600 شهيد نعم. اكثر من 22 الف، او وصل الرقم جزء اكثر من 25 الف ما بين جريح ما بين نعم. اليوم يعني عمليات اختطاف ومفقودين هوايه، وده نشوف بين ساعه وساعه اكو اشخاص ده يختفون من ساحات التحرير ومن ساحات الاعتصام الثانيه، يعني الرقم نعم. اللي ده يصير اليوم بالعراق تجاوز اجرام داعش. استاذ عمر، استاذ عمر يسمعنا كل الشعب العراقي، يسمعنا مواطنين كل ترى نحمل نفس الهم. اللي هم المسؤولين يصورون الشعب العراقي من يفتهم ويصورون مو ذكي. نعم. والله حتى اللي طالع من بطن هسه بعد عمره شهر ولا شهرين يعرف شنو هي الحياه، يعرف اكثر من السياسيين. انا ذاك اليوم جيت من شو اسمه ماكل ساحه التظاهرات باب الشرجي، ساحه التحرير، تطلع الناس من تريد ترجع لبيوتها سواء على السعدون او على ملعب الشعب، كل ما يجي لاهله والله واقفه سيارات ملقطينها التكتكات، يمكن بتسعة بالليل تقريبا ورا التسعة ملقطين اهل التكتيات وموقفين على صفحه، سيارات عسكريه ولابسين اسود وما تعرف شنو ذولا، وهو انا متاكد مو مكافحه الارهاب ولا داخليه ولا دفاع، سيارات نفس الشيء كانما تبوحها كانما مكافحه الارهاب، لكن مو هم لا والله، الجيش العراقي اصيل، الشرطه العراقيه اصيله، ما تضرب واحد ولا تقتل واحد، الدستور ده يقول ظهروا، زين وين الدستور العاد وين المتظاهرين وين هذه؟ حتى صفنا مبارح عليهم انقهرنا والله. نعم. تعتقد نعم. بانه اليوم بانه نعم. بعد مهله الناصريه اللي ايضا يعني لاقت ترحيب وايضا اسناد من قبل كربلاء من ميسان من الديوانيه، البصره نعم. ايضا انضمت، وضعت خمسه ايام مهله للاحزاب للحكومه بتنفيذ مطالب نعم. المحتجين، تعتقد بانه راح تستمر بالالتفاف والتسويف ومنطية اذن الطرشه للشعب لو راح تستجيب لمطالبهم؟ استاذ عمر، أنا عمري بالسبعين سنة وشايف سابقا مناصب لا معزان، لو يقولوا لي احنا ما نريدك والله ما ابقى ذاك المنصب دقيقة واحدة، الإنسان حش السامع حش الزينين اللي ما عنده غيره وما عنده أساس، تتصور راح ينفذوا لهم لا مو مهلة أسبوع، لو شهر لو سنة راح ينفذوا لهم يقول لهم اطلعوا يا أحزاب، أنتم أحزاب فاسدة وعندكم ولاءات أجنبية، هو اللي يحمل جنسية أجنبية بكل دول العالم، يصير يحكم ذاك البلد يخلص إليه يوفي ما يريد الشعب؟ هو حامل جنسيه اجنبيه، يعني يعتبر نفسه عراقي لو اعتبر نفسه فرنسي كندي امريكي بريطاني ما شاء الله، ثم من داعشون على امريكا، احنا رايدين الاحتلال ورايدين امريكا، ليش امريكا من جابها؟ العدلين والماتوا، العدلين والماتوا الله يرحم الميتين هم جابوا امريكا، مع الشعب العراقي ما يريد امريكا ولا يريد اي دوله اجنبيه يعني. نعم. تحياتنا لك ونشكر متابعتك واتصالك. مصطفى من ديالى مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام مصطفى. حقيقة أول شيء إجلال وإكبار إلى ثوار الأبطال في ساحات التحرير وساحات التظاهر بالمحافظات العراق الوسطى والجنوبية. نعم. تحية لهم في هذا الظل البرد القارس وهم يستمرون ويكافحون لا من أجل شيء إنما من أجل مصلحة العراق ومن أجل إعلاء هيبة العراق ومن أجل إرجاع سيادة العراق ومن أجل إرجاع العراق سيدا كما كان بعد أن جوا لهذول الذيول ويردون العراق يصير ذيل لبعض الدول مع الأسف. لكن العراق راح يبقى السيد ويبقى سيد العرب ان شاء الله. بالنسبه نعم. للتظاهرات المزمع عقدها يوم 24 بقياده السيد مقتدى الصدر، انا بس اريد اعرف السيد مقتدى الصدر احسب عليه، يعني هاي المظاهرات شنو غايتها؟ زين. الوجود الامريكي ينطرد بصياح الشعب العراقي يطلع يصيح ينطرد الوجود الامريكي؟ الوجود الامريكي اذا هو باتفاقيه جاء
وضمن الاتفاقية إذا ما الحكومة العراقية تطلب من الأمريكان يطلعون بعد سنة يلا الأمريكان يبدون ينفذون. فالمظاهرات هاي يوم 24 شنو غايتها؟ أنا أعتقد غايتها خلط الأوراق، يعني خلط الأوراق بين المظاهرات. تعتقد بأنه يوم 24 راح تكون قريبة من مهلة انتهاء مهلة الناصرية، قريبة من انتهاء مهلة البصرة؟ اليوم اللي بدنا نشوف بأنه أكو دعم من عدد من المحافظات لهذه البيان، لهذه المهلة اللي اتفق عليها عدد من المحافظات ودعمتها عدد من المحافظات. اليوم أكو ما بين مؤيد وما بين رافض. يعني البارحة سمعنا عدد من المواطنين يقولون وصلوا رسالة إلى الجهات المعنية إلى السيد مقتدى الصدر بأنه أجل التظاهرات، خلنا نحقق مطالبنا وإحنا راح نوقف وياكم في تحقيق مطالبكم بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق. ليش اليوم الشعب متخوف من هاي التظاهرات اللي راح تكون يوم 24؟ ليش ساحات الاعتصام متخوفة من عدها أو قلقانة بأنه راح يوم 24؟ قلقانة من هاي المظاهرات لأن هي إحنا الشعب كله طالع صار 3 أشهر، يعني حتى من أنت الشعب طالع بساحات التظاهر وأنت تدعي أنصارك، يعني أنصارك منين غير من الشعب؟ حتى غير الشعب يحقق مطالبة، حتى أنت من تجيب هذول المتظاهرين؟ يعني أنت ما اعترفت بساحات التظاهر، أنت تريد تطرد الوجود الأجنبي، يعني هاي ساحات المظاهرات بساحة التحرير والجنوب صار لهم 3 أشهر قابلهم ويا الوجود الأجنبي، بس الوجود الأجنبي شلون تطرده وأنت أصلاً جاي يقتلون متظاهرين 700 متظاهر طرف ثالث ما جاي طلعه؟ شلون تقدر تطرد وجود أجنبي واحتلال وانت قاعد ما مسيطر عليها؟ شلون تطرد وجود أجنبي وانت الميليشيات عابرة طالعة تخطف تقتل بالناس؟ الوجود الأجنبي غير ينطرد تبني لك دولة صحيحة، شلون تطرد وجود أجنبي وانت شعبك ما يتجوز؟ حق الرد مكفول. يعني انت مواطن لك حريه الرد والتعبير، وهذه رسالتك اللي تحب توصلها وتبحث عن اجابات وحق الرد. الرد مكفول بس انا بس توصله. يعني اليوم خلينا بقضيتنا، خلينا بمحور حلقتنا لهذا اليوم. نعم، يعني البارحه كربلاء يعني شافت ايام الساعات الماضيه من انتهاك من اطلاق رصاص حي، عدد من الجرحى ايضا يعني بسبب الاعتداء على ساحات الاعتصام في المحافظه. تعتقد بأنه بعد 5 أيام أو أقل راح تستجيب الجهات الأحزاب لمطالب الشعب؟ بعد ما اليوم يقول لك بأنه اليوم إذا سالت الدماء وإذا الشعب، يعني البعض اعتبر بأنه وجود الشعب بالشارع هو استفتاء لرفض الطبقة السياسية والأحزاب، برأيك هل راح تصحح موقفها؟ راح تستجيب لو راح تستمر على الالتفاف والتسويف لمطالب الشعب؟ يعني مع الأسف الأحزاب إحنا أبد ما نترجى منها خير، وهو الأسود مستحيل يصير أبيض، أما كلهم طقمة سوداء جت على العراق مع الأسف. فيعني الأحزاب ما ترجى منها خير أبد. اللي نترجاه من الشعب هذا أثبتوا على هذا قراركم، أثبتوا على على هاي وقفتكم، هاي الفرصة الأخيرة. إذا راحت هاي الفرصة ومظاهرات الجنوب إذا أجهضت ثورة 1/10 فلا قائمة بعد للعراق بعد اليوم. نعم، تحياتنا لك ونشكر متابعتك واتصالك. عندنا اتصال آخر، أحمد من البصرة. مساء الخير أحمد. مساء الخير عزيزي. تحياتنا لك أحمد، انت على الهواء مباشرة مثل ما نتابع أمامنا متابعينا الكرام بعدد من المحافظات العراقية واستمرار الاعتصام واستمرار الأضراب. أحمد، انت من محافظة البصرة؟ نعم. أحمد، البصرة أنطت مهلة 5 أيام. البصرة أنطت مهلة 5 أيام على غرار الناصرية اللي أنطت مهلة 7 أيام للأحزاب للحكومة العراقية بمجموعة من النقاط اللي ما تختلف شكلا ومضمونا عن ما تم طرحه في وقت سابق أو الأشهر القليلة السابقة في ساحات الاعتصام أو من ساحة التحرير مع الاتفاق مع ساحات الاعتصام. كمواطن البصرة، شنو توقعاتك للأيام القادمة في حال لم تستجيب الحكومة والأحزاب لمطالب الشعب؟ شكرا جزيلا لقبول الاتصال. نعم. سلامي لكل كادر الشرقية المحترم. نعم. أولا الرحمة والخلود لشهداء العراق، شهداء الانتفاضات منذ 25 فبراير 2011 عندما قتل 18 شاب عراقي.
إلى شهداء أكتوبر الخالدين وكل شهداء العراق في كل المجازر منذ 2003 المفتعلة من قبل الدول المجاورة وأمريكا وغير دول احتلت العراق ونهبت ثرواته وخيراته. نعم. كل اللي حصل على العراق هو مؤامرات ومخطط إليه. أبسط دليل على أن هذه الأمور اللي بتصير يعني على العراق أنها مؤامرات أنه أمريكا هي من احتل العراق، والآن الحكومة العراقية تطالب بإخراج القوات الأمريكية. أنا سأأتي إليك حسب يعني على كلامك أو سؤالك. نعم. أمريكا هي اللي احتلت العراق، خلي يسمع الشعب العراقي كل هذه التفاصيل اللي تغيب عن البعض، طبعا عن حضراتكم ما تغيب. نعم. اللي احتل العراق أمريكا، لكن من اللي حكم العراق؟ هل أمريكا هي اللي حكمت العراق؟ لا، اللي حكم العراق هم أشخاص معروفين بولائهم إلى إيران. نعم. وبعضهم موالين إلى السعودية، وبعضهم موالين إلى قطر، وبعضهم موالين إلى تركيا، وبعضهم موالين إلى يعني إحنا قلنا بوقت سابق قلنا اللي عنده ولاءات خارجية خلي يأخذ غراضه ويطلع من العراق يروح يعيش بهاي الدولة اللي هو موالي لها ويترك العراق للعراقيين. تمام أستاذ. نعم. وأقدر مشاعرك ومشاعر الأستاذ سعد البنزل اللي هم حريصين ودؤوبين على إظهار هكذا برنامج محترم وتاريخي يعني لكشف الحقائق، لأن الدين الإسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي وكل الديانات الإنسانية وكل المذاهب والمعتقدات الإنسانية ترفض القتل. هو القتل مستمر على الشعب العراقي، المؤامرة معروفة، أمريكا سلمت العراق للدول المجاورة حتى تعبث وتقتل. نعم. المظاهرات اللي أنت تحدثت عنها بعد خمس أيام أو يوم الجمعة أو البصرة أعطت خمس أيام كمهلة، هذه كلها ما راح تجيب نتيجة مع هؤلاء. هؤلاء لازم يعرفون أنه يوجد شعب ماضي على المصير الحتمي اللي هو يجب الخلاص من هاي الطغمة الفاسدة. هاي طغمة فاسدة. يعني هل من المعقول إنسان يدعي بالدين والتدين هو موجود بالحكومة اللي امتدت من 2003 إلى الآن؟ يوميا مطلع ربعة والله مظاهرات ومظاهرات وهو يقول أنا أكبر كتلة كبيرة. طيب. هو من اللي مشارك الكتلة؟ فلان وفلان وفلان. من مشارك عفوا الحكومة؟ فلان وفلان وفلان ومعروفين معممين. هل الإسلام مالكم أو المذهب السني مالكم أو المذهب الشيعي مالكم يقبل ويبيح القتل؟ الرسول يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. أنتم تقتلون؟ قتل قتل. تعرف شنو قتل؟ يعني بعد القتل يوجد أم، يوجد زوجة، يوجد أيتام، يوجد أرامل، يوجد مصائب، يوجد ذعر. أنت شعبارك أنا صدام، هو صدام من حكم وقتل وقتل، بعدين شنو؟ صارت ثارات بين الناس، حتى الشعب بيناتهم صار بيناتهم ثارات، لأن الحزب القبل اللي كان مع صدام شعر أهل المقتول اللي قتله أو شبيه أعطى معلومات عنه رادوا حقهم من هذا الشخص. إذا راح تصير ثارات وثارات، إحنا ما ندعي الثارات، إحنا ما ندعي القتل، إحنا ما ندعي العنف ولا ندعو إلى البغضاء والحقد، ندعو إلى إلى جعل وطن مسالم، جعل وطن بشري حال حال البشرية تحت قيادة حكيمة، تحت جمهورية مدنية، إنسان يعيش حال حال المواطنين وحال حال عفوا الدول البقية. وإلا شنو إحنا نختلف عن الدول البقية؟ برأيك حتى ما ناخذ هواي وقت اليوم، نفر صبر الشعب مثل ما نشوف بين بعد 3 أشهر خلوا مهلة. الناصرية خلت مهلة، ضمنت فيها كربلاء السماوة الديوانية، والبصرة أيضا خلت مهلة 5 أيام. تعتقد بأنه راح يتم الاستجابة لمطالب الشعب أو تحقيق البيان أو يعني في القريب العاجل أو الأسبوع القادم مع انتهاء المهلة راح نشوف أكو تحركات حكومية، راح يستمر الوضع على ما هو عليه؟ راح يستمر الوضع على ما هو عليه، ويصعدون الموقف إلى القتل
والتأجيج والفتنة وإدخال فتن أخرى وأخرى وأخرى، وحتى يبقون في هذه المناصب الفاسدة. نعم. حتى شنو يبقى الدعم الشيطاني من كل الدول لهم مستمر، لأن هم محكومين أما ينفذون المخططات والمفروض عليهم أو شنو يزالون، ومن يزالون يحاكمون، لأن ماكو شخص بالعراق ما يعرف أنهم فاسدين. نعم. يعني هم الدرجة أغبياء، عجيب سبحان الله، ماكو شخص بالعراق ما يعرف أن هؤلاء فاسدين. نعم. يعني هسه هم يدعون على أنه سعد البزاز بعثي. طيب. أو دقيقة دقيقة. نعم. يدعون أنه سعد البزاز بعثي. نعم. يا بالبعثي يكون هيشي يفضح الفساد أشرف من معمم هو مشترك بالفساد. وضحت وضحت الصورة. تحياتنا لك، نشكر متابعتك واتصالك. ننتقل متابعينا الكرام، ننتقل إلى محافظة كربلاء وتضامن المحافظة وأبناء كربلاء مع الناصرية، فلنتابع. بعد هذا التضامن متابعينا الكرام، نتابع هذا المقطع الفيديو من محافظة كربلاء والاعتداء على المتظاهرين، ومن بعدها نكمل. ابو ابراهيم من نينوى، مساء الخير ابو ابراهيم. السلام عليكم. تحياتنا لك. شلونك اخ عمر؟ الله يبارك فيك اخ عمر. بالنسبه للمتظاهرات، نعم، اولا نبدا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي يقول نعم. من اعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمه فهو في النار. نعم. فاليوم مو بشطر كلمه، اليوم جاي يعينون بالسلاح وبالميليشيات وبالخطف وبالارهاب. هذا كله ليش؟ هذا سببه كله لأن المواطنين جعل يفضحون الفساد. نعم. فالفساد اليوم صار له إيه من سقوط النظام، إيه ليومنا هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. هؤلاء الأساسة أما يخافون الوقوف بين يدي الله يوم القيامة ويسألهم ماذا عملتم لهذه الرعية؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرئيس راع ومسؤول على شعبه، والوزير راع ومسؤول على حكومته إذا أفسدت. نعم. والأب راع على أسرته، والمعلم راع على تلاميذه. نعم. فلماذا نبغى إلى هذه الدوامة من تسويف؟ والشعب اليوم هذا البرد واقف، تارك الأهل، تارك الأولاد، تارك الزوجة، تارك العمل، كله بسبب القضاء على الفساد والمفسدين. نعم. إيه. فهذه المسائل هذه ما تصير ببلد مثل العراق.
البلد الذي فتحه الإمام عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يبقى بهذه الدوامة من فساد ودمار وتشريد. نعم، يعني اليوم من المعيب من المعيب اليوم من المخجل بأن يعني المواطن اليوم العراقي يستجدي حقوقه، الماء والكهرباء والتعيين والغاز والبنزين والنفط وقطعة أرض أو بيت أو أيا كان أو حصة أو بطاقة تموينية. يعني اليوم إحنا في مشكلة وأزمة حقيقية، يعني أزمة صار لها 16 سنة في نفس الدوامة وفي نفس الحلقة، الشعب دا يفتر بحلقة مفرغة أو مغلقة عفوا، نفس الأزمة ونفس المشاكل بين سنة وسنة، وبعض المشاكل موسمية. هسه احنا اخ عمر احنا بالموصل محاورتنا، وتعرفون الاوضاع في محاورتنا. نعم. اذا اردنا الخروج في متظاهرات وتضامن مع اخواننا من اهل الجنوب، نعم، ربما يلبسون في شماعة وهي بين قوسين داعش. نعم. والله المواطنين في نينوى كل يوم جالسين امام التلفاز، خاصة امام الشرقية. نعم. يسمعون الاخبار، ينتظرون الاخبار، وينتظرون التحاليل، ينتظرون هذه الامور. هذه ما تخفى اليوم على طفل صغير، ما تخفى عليه هاي الامور. بالتاكيد كله تسويف. عادل عبد المهدي تنحى من الحكومه. نعم. رجع وان على اخوه، يعني للاسف اليوم الاطفال اكبر من اعمارهم ب 10 او 15 سنه، يشوفوا. نعم. بانه هو بالابتدائي يتحدث في السياسه وعن ازمه وعن وضع البلد، بدل ما يكون هذا الطفل يعني يفكر بالالعاب، يفكر بمدرسته. نعم. يفكر بانه ايش راح يسوي بالعطله، يعني. نعم. للاسف يعني وصلنا الى هذه المرحله. والله مع كل الاسف، والله الله المستعان. نعم، ونعم بالله. تحياتنا لك ونشكر متابعتك واتصالك. ننتقل ايضا ليث من بغداد. مساء الخير ليث. ليث نصلنا صوت التلفزيون، انت على الهواء مباشره. نعم. نعم. عليكم. عليكم السلام. نصل لي صوت التلفزيون حتى لا ينقطع الاتصال. ناصي ان شاء الله. نعم. صوت التلفزيون الهواء لك. وياي حيني. انا وياك رجاء بدا زحم عليك. هاي صار اكثر من شهرين متظاهرين، وهالشباب والتعبانين والطلبه كلها متأزايه. نعم. والحكومه ذولا الاحزاب الفاسده تقولهم رشحوا لنا واحد من طرفكم خلينا نتفاوض وياه، والحراك كلهم ما دا يتفقون على مبدا. انا مواطن ومتظاهر وداعاني من هاي المعاناه، فقررت انه اناشد اخواني المتظاهرين انه يرشحون شخصيه الاستاذ سعد البزاز. زين. هذا الرجل يعني احنا اذا تسمح لي، يعني مواطنين هواية يتحدثوا عن هذا الموضوع، وانا ايضا ننوه يعني بانه اليوم يعني اكو يعني القرار النهائي هو لساحات الاعتصام. هم يرشحون من يمثل ذكر اخي الكريم، ذكر وعسى ان تنفع الذكرى. احنا هسه طالبونا بشخصيه نزيهه ونظيفه. نعم. وكريمه وحنين على البلد ومخلص على البلد. نعم. انا من خلال متابعتي الشخصيته. نعم. واعماله وبرامجكم ومتابعاته. نعم. والايتام والارامل، وسوى مشاريع للشباب وشغلهم من قبل هاي الاحداث بسنه وبسنتين. نعم. هسه احنا نقرر يعني. نعم. انا رايي الاخوان المتظاهرين يتفقون وياي، كليتنا نسوي تواقيع وكليتنا نجمع. نعم. ورشح الاستاذ الكريم. طيب. انا مؤمن بانه الانسان بانه يقدر بانه يغير، ويقدر بانه يقدم لابناء بلده، مو شرط بانه يكون يحظى على منصب. اهم من المناصب هو رضا الناس وايضا قبولهم وحبهم لاي شخصيه كانت. تحياتنا لك ولاهالي بغداد، ونعتذر منك لضيق الوقت. ام محمد من الناصريه، مساء الخير محمد او ابو محمد، تحياتنا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله بخير استاذ عمر. الله يبارك فيك. الله يحفظك ويسلمك، تحياتي لك. نعم. ما اعرف يعني القضيه يعني هاي صار تقريب 100 يوم. نعم. يعني هل احنا باعتقادنا بان هذا راح يتعكر مزاجه مثلا قائد الكيان السياسي مثلا؟ نعم. اصلا احنا لو نبقى بعد 5 سنوات نظاهر، هو باقي اذا ما يقود منا يقود يروح بايران يقعد. نعم. هناك مع سياده. نعم. ويوجه تعليمات يا انتم تطلعوا مظاهرات. نعم. ذاك يقود يعني ما بقى لنا الا القليل. تعتقد بانه راح يستمر الالتفاف والتسويف، ام ستستجيب الاحزاب او الحكومه لمطالب المتظاهرين؟ استاذ عمر اعطيني مجال. نعم. الاحزاب ما تستجيب لو ينزل نبي جديد. نعم. ما نعم. وضحت الصورة. تحياتنا لك ونعتذر منك لضيق الوقت.
ننتقل إلى محافظة البصرة. خلينا نتابع هذا المقطع الفيديو من محافظة البصرة واللي تضمنت مع الناصرية وانطت مهلة 5 أيام للأحزاب والحكومة. فلنتابع. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.